مساء الخير، النهاردة هنعمل مع بعض تارت الشوكولاتة من غير استعمال أي فرن. المقادير 300 جرام بسكوي اللي هو السادة، 200 جرام شوكولاتة باللبن، و80 جرام شوكولاتة سودا، نص كوباية زبدة سايحة، ونص كوباية كريمة لباني، وعلشان نزينها من على الوش نص كيلو فراولة تكون حبات صغيرة، وشوية مكسرات أي نوع مكسرات احنا عايزينه. أنا حطيت هنا اللوز. هنشوف نعملها ازاي مع بعض. في الكبة هبتدي أحط البسكوي، هخليه زي البودر كده، هحط عليه دلوقتي الزبدة وهضربه تاني كده. خلاص البسكويت اتشرب خالص من كل الزبدة. هبتدي احطه دلوقتي في صينية التارت. انا دهنت صينية التارت، وصينية التارت ديت بتتفتح زي بتاعة تشيز كيك. انا دهنتها من كل الجناب بالزبدة، ودلوقتي هبتدي احط عليها البسكويت. بعد ما حطيت البسكويت مع الزبدة في صينية التارت، هبتدي اضغط عليهم على قد ما اقدر. احاول ان انا احط البسكويت على الجناب كده. انا كده خلصت فرد البسكويت زبدة في صينية التارت. هسيبها دلوقتي 3 ساعات في التلاجة، ونرجع نشوف هتبقى ازاي. انا طلعت التارت دلوقتي من التلاجة، قعد تقريبا 3 ساعات. هبتدي دلوقتي اسخن الكريمة لدرجة الغليان، وبعدين هنشوف هنعمل ايه مع بعض. كده انا سخنت الكريمة لدرجة الغليان بس ما غليتش. هبتدي اخدها دلوقتي احطها على الشوكولاتة. وهسيبها دقيقة، مجيش جنبها. هنزل بس الشوكولاتة كلها في الكريمة. نزلت كده الشوكولاتة كلها في الكريمة، هسيبها دلوقتي لغاية لما تبتدي تسيح. دلوقتي بقى فاتت الدقيقة، هبتدي اقلبها، تبتدي تسيح شوية بشوية الشوكولاتة. كده خلاص صوص الشوكولاتة ساح، هبتدي احطها في التارت دلوقتي. هبتدي اوزع الشوكولاتة على التارت كله. كده وزعت الشوكولاتة على التارت، هبتدي دلوقتي احط عليها الفراولة. كده انا زوقت التارت، حطيت الفراولة، دلوقتي هحطه كمان 3 ساعات في التلاجة، وهنرجع نشوفه مع بعض هيبقى شكله ازاي. التارت طلع من التلاجة، قعد تقريبا 3 ساعات في التلاجة لغاية لما جمدت الشوكولاتة، وحطيت عليه شوية مكسرات من على الوش اللوز. هنشوفه دلوقتي لما نقطعه هيبقى شكله ايه مع بعض. ده بعد ما قطعنا التارت بيبقى جميل جدا جدا، وشكله اكننا جايبينه من بره. ان شاء الله الطريقه تعجبكم وجربوها. الى اللقاء.